كنت بدور على الشاحن. تلاقيه برا عندك على السفرة. طيب. ايه يا بنت اللي انت مخبيه ورا ظهرك ده؟ انا مش فاهمه انت بتراقبيني ولا ايه؟ هاتي يا بنت اللي ورا ظهرك. مفيش حاجه. هاتي يا بنت. هاتي حاجه. ايه ده؟ اللي انت لفاه ده؟ مش هشرح لك. والله هشرح لك. يا نهارك اسود. هشرح لك والله. هفهمك. هتشرحي لي ايه؟ هفهمك ايه ده؟ حامل. لا ماما صدقيني. منين؟ رحيم. لا. رحيم اللي عمل فيكي كده. لا رحيم اللي عمل فيكي كده. ما قلتيش ليه ساعتي. انت ما قلتيش ليه ساعتي. امال مين؟ هشام. 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 هشام عمل فيكي كده. هشام عمل فيكي كده. انت فين؟ والله يا ماما ما خدتش بالي. والله انا صحيت تاني يوم خدت بالي. ما كنتش واخده بالك من ايه؟ يا نهار اسود. انا اسفه. اسفه على ايه؟ وديتينا في داهيه. هو راح فين يا بنت؟ راح فين يا بنت؟ راح فين؟ يا ريم. يا ريم افتح يا ريم. افتحي بقى كده تعملي فمك كده يا بنت. افتحي بقى. عريتينا فضحتينا منك لله يا ريم. ليه عملت فينا كده عملنا فيكي ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. كنت فاكره ابو ورده هو اللي وراها. اكيد هو بس كان محتاج زقه وانا اديتها له. انت فاكره هينتقم من داليا؟ اهو اللي حصل بقى. ابو ورده اصلي مجنون ما عادش يعرف ايه اللي في دماغه. ايه مالك؟ زعلان على رحيم ولا ايه؟ اللي حصل حصل. فاضلش بقى غير هشام اللي مد ايده عليك. انا عايزك تاخد حقك بدراعك. عايز نعمل ايه يعني؟ يعني ايه تعمل ايه؟ هنطلع دلوقتي على المركب احنا الاتنين سوا. وريني بقى هتعمل فيه ايه؟ حنان ايه مالك قاعده ليه كده؟ بتعاطي ليه؟ ريم حصل لها حاجه؟ حصل لها يا حلم يا حصل لها. ما تنطعي في ايه؟ بدك حامل. ايه؟ ريم؟ رحيم؟ والله بس حيوان دفع الكلام ده حصل ازاي؟ انت عارف الكلام ده حصل ازاي؟ قولي ان هو كان غصب عنك. ما تزوديش كسرتي. ما تزوديش كسرتي. قولي ان هو خطف وكتفك. هو شربك حاجه؟ ايوه. الكلام ده حصل فين؟ انتي حصل فين؟ عندي واحد صاحبه. انا مش فاكره حاجه والله. مش فاكره حاجه. تغيرت يا ريم. شكلك اتغير. انت ما بقيتيش ريم. انت ريم اللي انا ضيعت عمري عشانها.
انت ليه؟ لان حاربت الدنيا كلها عشان بسمه من نور عينيها. دلوقتي خلاص النور بقى ضلمه، انت خلاص ما بقيتيش ريم. ما بقيتيش ريم حلم حاجاتي، ما بقيتيش ريم حلم حاجاتي، ما بقيتيش ريم حلم حاجاتي. حلمي رايح فين؟ ما تضيعش نفسك يا حلمي. حلمي ايه؟ طب تمام تمام، مع السلامه دلوقتي. قبضوا على بورده ورجالته. حلو قوي عظمته، اللهم صل على النبي. يلا في داهيه، مع ان يعني بيتهيألي ابو ورده ده اكيد هيخرج منها. المهم انه هينزل من العرضين الكام يوم اللي جايين دول. بس انا عايزك في حاجه تانية، المهم انك تبقى عينك في وسط راسك ومحدش يحس بيك. زيع انت بس عظمته وما تشغلش بالك باي حاجه. طب ركز معايا بقى وطرطق لي ودانك على الاخر. عايز ايه يا زياد؟ انتوا عايزين ايه؟ انا عاوز منك ايه يعني؟ زياد مسافر وحب يسلم عليك ويديك بوسة. ايه يا زياد في ايه؟ اهدى يا زياد، كده احنا هنخسر بعض يا زياد. استنى اكتر من كده، ميعاد سفري يقرب وكل حاجه لازم تخلص في اسرع وقت. طيب حاول تنفذ اللي اتفقنا عليه. سلام. الو، يلا بسرعة يلا. انت واخدنا على فين يا حلمي؟ هقول لك في السكة، يلا بسرعة بس اشتري يلا. طب ربنا ما يحرمني من لمتكو دي. ايه في ايه؟ مالكو؟ الله، انتوا ساكتين كده ليه؟ ما تردوا عليا، في ايه؟ ايه يا بابا مالك بتعيط ليه؟ في ايه؟ ما تفهموني. سيد انت عملت حاجه يا سيد؟ قولي عملت ايه بس يا سيد، فهمني.
الحلم. حلمي حلمي قتل زياد. زياد ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ زياد لأ لأ طبعا. زياد ايه؟ ادعيله بالرحمة، ادعيله بالرحمة يا خيب. رحمة انت كمان. زياد مين اللي مات؟ انتوا بتقولوا ايه؟ انتوا بتقولوا اي كلام؟ زياد مات ازاي؟ ابني؟ ابني انا؟ هو فين؟ في المزرعه. مزرعه ايه؟ مزرعه ايه؟ اهدى يا الحاج. زياد لا! زياد لا! اهدى يا الحاج. عشان مهما حاولت مش هتعرف. عارف ليه؟ عشان اللي قتل زياد ده يبقى صاحبك اللي كان ماشي معاك سنين في سكتك الشر، وزياد هو الوحيد اللي دفع ثمن ده، دفع ثمن حياته. انت عارف كويس ان حلم ما قلبش عليك غير بعد ما عرف اللي عملته في بنته. حلم عمره ما كان يقدر يرفع السلاح في وش زياد إلا بعد ما شاف وساكتك. أنت اللي قتلت زياد الرحيم. أنت ومش حد غيرك. بس بس مش عاوز أسمع صوت أي حد فيكم. اخرسوا كلكم، اخرسوا. محدش قتل زياد غيرك أنت يا رحيم. طب وعزة جلال في الله ما هتحضر دفنة ابني يا رحيم؟